أهلا بكم. أثارت رسائل وخطابات نشرتها أسر معتقلين مصريين مؤخرا حالة من التعاطف بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنها تنوعت بين أبناء لم يروا آباءهم لأكثر من 8 سنوات، وزوجات يفتقدن رب الأسرة المغيب خلف القضبان، وصحفيين يناشدون السلطات إطلاق سراح زملائهم أو حتى لأقارب معتقل توفي داخل السجن ولم يستطيعوا حتى المشي في جنازته أو إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه. دعونا نتابع عددا من رسائل القهر التي يأمل أصحابها أن تصل لعين السجين أو ربما قلب السجان. كلما رأيت اسم أمي على شاشة الموبايل ينبض قلبي بشكل سريع، وأترك ما بيدي على الفور وأرفع الموبايل ببطء وأنا أدعو في صمت. أحاول بهذه الطريقة السيطرة على مشاعر القلق والتأهب لتلقي أي أخبار في غربتي قد تكون صادمة عن أبي المعتقل في مصر منذ ما يقارب 8 سنوات. نحتسب أبي الغالي عند الله شهيدا إن شاء الله. أفرج الله عنه بعد 8 سنوات في سجون الظالمين، منعوه من زيارتنا له منعا نهائيا لما يقارب 5 سنوات. أبلغونا بالأمس بوفاته داخل محبسه في سجن العقرب، ومنعوا إقامة جنازة له إلا بحضور 6 أشخاص وصد حضور أمني شديد. مرة أذهب فيها لزيارة هشام أقول لعلها تكون الأخيرة. أمس وقفت تحت المطر أحمل ما تيسر من طعام، سهرت حتى الصباح لإعداده، فأويت إلى شجرة قريبة من باب السجن، كنا نجلس تحتها لتقينا حر الشمس، فوجدتها تغتسل من تراب تراكم عليها منذ شهور، فعدت لأحتمي بالدعاء، وما لي غير الله من سنة. وصلنا أمام سجن طرى للرجال، احتضنت حسام وصلاح، تبادلنا الابتسامات والسلامات. الوداع يا أحباب، ألقاكم مجدداً مكبلين محاطين بحراس وسياج في جلسات التحقيق وساحة المحاكم، لربما نجد يوماً ما الإنصاف هناك. بالانتظار يا صديق العمر، بانتظارك يا صلاح. الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الإنترنت من لندن الناشط الحقوقي عبد الله الحداد نجل. الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس المصري الأسبق، أحييك كما أحيي ضيفي أيضا عبر الإنترنت براء حمدي نجل النائب البرلماني السابق الدكتور حمدي حسن والذي توفي داخل المعتقل منذ يومين، وينضم إلينا أيضا عبر الإنترنت من القاهرة المحامي والحقوقي أسعد هيكل. أحييكم جميعا وأبدأ مع عبد الله الحداد نجل الدكتور عصام الحداد. عبد الله، حدثنا عن معاناة الوالد وأنا على حد علمي أيضا شقيقك داخل المعتقل منذ ما يقرب من 8 سنوات. طيلة هذه السنوات الثمانية ما الذي يحدث معهما وكيف هو التواصل بين الأسرة وبينهما؟ نعم، يعني هو الوضع للأسف سيء للغاية بالنسبة للوالد وأخويا. ما فيش طبعا أي زيارات متاحة وما فيش أي قدرة على معرفة أخبارهم من الداخل. في طبعا إشارات بتيجي كتيرة لما بنشوف صورهم كانت في المحاكم. أخويا فقد تقريبا أكثر من 40 كيلو
من وزنه، يعني كما يصف البعض أصبح لحم على عظم، فقد القدرة على المشي فلازم يمشي بعكاز. والدي للأسف الشديد تعرض لبعض الإغماءات بشكل يعني على مدار السنين، وواضح إن هو عنده مشكلة في القلب وفي خوف وخطر على حياته. الوضع داخل السجون أصبح سيء للغاية، وإحنا كعائلات خايفين على أهالينا اللي داخل السجون. إحنا في شهر نوفمبر في 4 ماتوا، والسنة دي أسوأ سنة من ناحية الوفيات، ما لا يقل عن 42 واحد ماتوا في السجون بسبب الانتهاكات وبسبب الوضع داخل السجون. أعمار الناس أصبحت لعبة في يد من يدير الموقف داخل السجن، وده للأسف الشديد انعكاس لقرار سياسي من القيادة المصرية، واللي بنحاول إن احنا نقوله، واللي حاول كثير من المعتقلين إن هم يقولوه، خصوصا من وفاة الدكتور محمد مرسي الله يرحمه، إن لازم يكون في نوع من أنواع تسوية لهذا الملف، لأن الناس بتموت داخل السجون، الناس أعمارها بتروح داخل السجون، الأسر بتدمر بسبب الناس اللي داخل السجون. والواضح إن يعني التغيرات الإقليمية اللي بتحصل، والاستقطاب الإقليمي اللي كان بدأ من وصول دكتور مرسي للحكم، في نوع من أنواع الإشارات الواضحة إن هذا الاستقطاب بدأ يتغير، وإن في نوع من أنواع التجاوز من جميع الأطراف اللي كانوا من هذا الاستقطاب الإقليمي، وأصبح هناك حالة متغيرة، وبنشوف صور عمرنا ما كنا شفنا نحن نتصور إحنا نشوفها قبل كده. والقيادة المصرية تعاملت ببراجماتية شديدة مع هذا الملف، وشفنا إزاي إن حصل نوع من أنواع التجاوز مع ملفات ماضية لتحقيق يعني مصالح ومصلحة وطنية عليه. فالأصل إن يحصل نوع من أنواع التجاوز مع هذا الاستقطاب ومع على الصعيد الداخلي حتى تكتمل هذه الدائرة، ويكون هناك قرار سياسي ينعكس يعني أثره على تسوية ملف المعتقلين، ويعودوا إلى أهلهم ويعودوا إلى أولادهم ويعودوا إلى أحفادهم. طيب ابقى معي براء، يعني دعني ابتداء أن أعزيك في الوالد رحمة الله عليه البقاء لله. ثانيا، هل لديك الآن علم ومعلومات أكثر عن ملابسات وفاة الوالد داخل سجن العقرب؟ شكرا لك يا أستاذ أحمد، وشكرا لقناة الحقيقة. أنا كان نفسي يكون عندي فرصة للكلام قبل يومين بس في منصة كبيرة. إحنا بنعاني من أزمة كبيرة بالنسبة للمعتقلين في مصر، وخصوصا في سجن العقرب. حضرتك تسأل عن معلومة، أنا معرفش أي ملابسات، أي ظروف حصل فيها وفاة والدي من يومين في سجن العقرب. وحقيقة إحنا كل اللي كنا بنتمناه قبل يومين بس، وما كنا ننادي به، إن إحنا نحصل على فقط 10 دقائق زيارة ولو شهريا لنطمئن فيها على صحته ويطمئن فيها علينا. لدرجة إن أنا وأنا قلت ده قبل كده، إنه أنا كنت أتمنى فقط إن والدي يعرف إن أنا تزوجت وأنجبت أول حفيدة له تحمل اسمه. فأنا حتى الآن وسأعيش عمري كله القادم إن شاء الله بدون ما أكون مدرك هل هو فعلا توفى وهو يعلم ذلك أو لا. فأظن إن هذه الأحداث الأليمة اللي بنتعرض ليها بدون أي سبب منطقي أو مبرر إنساني أو حتى قانوني، إنه يكون هؤلاء الأشرار والأنبال ومن خدموا أوطانهم بجد، ويشهد لذلك ويشهد العدو قبل الصديق، أن يحدث لهم هذه الأحداث المؤسفة. أنا والدي قعد 10 سنين في مجلس الشعب، وقبلهم وبعدهم كان بيخدم الناس في منطقته، وفضل منزلنا في منطقة الورديان بالإسكندرية موجود، وحتى الآن ما مشيناش منه غير لما حصل الانقلاب للظروف الأمنية اللي الكل يعرفها، وهو معتقل من بعد فض رابعة مباشرة، وحتى هذه أو حتى يوم استشهاده يعني، ونحسبه عند الله من الشهداء، حتى ذلك اليوم هو عنوانه معروف وأبوابه جميعها مفتوحة. فأظن أنه من العار أو من الظلم والقهر الشديد أنه يتم حرمان مصر والوطن من هذه الأداءات
لا زالت بتعاني داخل سجن العقرب، ومنهم الدكتور عصام والد عبد الله وجهاد وبلتاجي نعم وأسامة ياسين وكذا عديد من الأسماء. حقيقة يجب أن يتم النظر في أحوال هؤلاء، ولو حتى نحن نتحدث عن زيارة يا أستاذ أحمد شهريا، مش بنقول أسبوعيا زي بقية السجون أو كذا. لو في خصومة سياسية أو في تصفية حسابات أيا كان الاختلاف السياسي اللي احنا جميعنا يعني بنحاول نتخطاه وبنحاول نوصل رسالة للقيادة المصرية حاليا، إنه احنا يعني تقبلنا فكرة إنه خلاص يعني كل شيء انتهى بالنسبة لنا، مفيش عندنا أي مشكلة مع أي حد حاليا، غير إن احنا فقط نريد الاطمئنان على من هم داخل السجون. افتحوا لنا الزيارة ولو 10 دقائق، دي كانت رسالتي قبل وفاة والدي، ولكنها ستظل رسالتي، لأني لا أريد أبدا أن يشعر أي أحد بما أشعر أنا به الآن من ألم وقهر، خصوصا أن هؤلاء الناس هم فعلا ناس يستحقون نعم ولو أقل حقوق الإنسانية. أستاذ هيكل، الحقيقة أنا أجد صعوبة في بلورة السؤال القادم، يعني هل هناك مبرر في الدنيا يخلي نظام أو جهة ما تمنع زيارة سجين أو زيارة أهل هذا السجين له طيلة 8 سنوات بشكل أو بآخر، فيموت هذا السجين داخل سجنه دون أن يرى ابنه أو حفيده أو حفيدته أو حتى يستطيع أن يسير في جنازته بعد ذلك كما علمنا؟ هل هناك أي منطق يسوغ ما نراه الآن في يعني مثل هذه الحالات؟ يعني بالتأكيد الإجابة على هذا السؤال ستكون بالنفي، يعني لا يوجد في القانون أو حتى الدستور المصري أو أي قرارات إدارية تمنع أهالي سجين من زيارته داخل محبسه. لكن يعني علينا أن ننظر للأمر ليس بشكله القانوني ولكن بشكله السياسي، مثلما تحدث الأستاذ عبد الله الحقيقة من أمريكا عبد الله الحداد، لا شك أن هناك تضييق على أعضاء جماعات الإخوان المسلمين داخل السجون المصرية. تضييق كلمة مناسبة يا أستاذ هيكل، يعني أن يمنع عنه زيارة 8 سنوات وأن لا يتم توفير العلاج له ويموت داخل السجن، يعني كلمة تضييق مناسبة لهذه الحالة؟ شوف يعني هو يعني نواحي أمنية، يعني خلينا أقول تجديد أمني بلاش تضييق شوية، لكن حتى لو كان السجين بيتلقى رعاية صحية مهما بلغت يعني جودتها داخل السجون، لا شك أنها ستكون غير مرضية، مش هتقارن أبدا بالرعاية الصحية التي تقدم خارج السجون في مستشفيات كبرى. لكن خلينا ننظر إلى المسألة في بعدها السياسي كما تحدث الأخ عبد الله في البداية. طبعا شيء مؤسف أن يتوفى سجين داخل السجن إن كان انتمائه السياسي، تقدم بالتعازي لأسرته وأهله وزويه. لكن هنا لابد أن أتوقف عند الحالة السياسية، وخليني أقطع كده يعني مسافة كبيرة إلى عام 2013 حينما كنا نتحدث إلى جماعة الإخوان من هنا عبر شاشة الجزيرة ونطالبهم بأخذ خطوة إلى الوراء والإقرار بالأمر الواقع. أنا في الحقيقة يعني شيء طبعا مؤسف أن أستمع من أبناء قيادات جماعات الإخوان الآن يا سيد هيكل، أنا طبعا ما عنديش للأسف وقت، بس ما علاقة ده باللي احنا بنشوفه بفكرة أن الإخوان تراجعوا أو ما تراجعوش؟ يا سيدي وأنت محامي، المتهمون في قضايا التخابر والتجسس على الدولة المصرية وأمن الدولة المصرية تفتح لهم الزيارات والرعاية الصحية ويسلمون بعد ذلك إلى البلدان التي كانوا يتجسسون لصالحها بشكل أو بآخر، هذا يعني لماذا هذا الأمر حتى لا يحدث مع من اختلفت معهم سياسيا بشكل يعني بما نراه الآن داخل السجون والمعتقلات مع قيادات الإخوان المسلمين وغيرهم؟ لا أستاذ أحمد، احنا ما نقدرش نصنف المسألة او نحللها على انها خلاف سياسي. لا، علينا ان نعود الى الأحداث الدموية اللي مصر عاشتها في ظل ما مارسته جماعة الإخوان المسلمين من اعمال عنف عقب يا سيد هيكل، أنت رجل قانون، هو الدكتور حمدي حسن قتل مين؟ تقدر تقول لي هو حمدي حسن قتل مين؟ عايز تقول لي عصام الحداد اللي هو مساعد وزير مساعد رئيس الجمهورية والذي يعني تم اعتقاله مع رئيس الجمهورية قبل أحداث العنف والقتل، قتل مين؟
لا، نحن لا نتحدث عن جرائم فرديه، نحن نتحدث عن سياسه جماعه ادت الى ان تعيش البلاد فتره طويله. يا اخي عصير. ليس في لا لا يوجد في القانون المصري او القانون الانساني ان تزر وازره وزر اخرى، ما فيش حاجه كده في الدنيا. يعني عصام الحداد بيحاسب على قتل مين؟ ولو حتى قتل، عصام الحداد اللي مسجون قبل الاحداث بيحاسب ليه؟ ليه تمنع عنه الزياره؟ يعني نتوقف عند الطرح السياسي. احنا بنحاول نوجد حلول، والحلول دي موجوده دستوريا. يعني خليني اذكر بنفس الماده مثلا 241. حلول لمين؟ الدكتور مات، حمدي حسن مات، انت دلوقتي بتوجد حلول لمين؟ عصام الحداد وغيره وغيره وغيره، الناس بتموت بصراحة. خليني اتكلم معايا بصراحة يا سيد هيكل، هل هناك حكم بالإعدام غير رسمي على الناس دي داخل السجون والمعتقلات؟ الأحكام التي صدرت بحق قيادات أحكام طويلة، بعضها وصل إلى ما تجاوز 40 و50 سنة بحق بعض القيادات، بل هناك أحكام إعدام جاهزة للتنفيذ. خلينا نبحث عن حل سياسي. يعني طيب، الحلول السياسية حدثت في تاريخ مصر، وأنا أتحدث الآن دستوريا بشكل واقعي. كان من المقرر أن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد عام 2014-15 قانون يحقق العدالة الانتقالية ويحدث مصالحة مجتمعية. وما الذي منع ذلك يا سيد هيكل؟ ما الذي منع ذلك؟ خطوة ما في اتجاه النظام، وده حدث، واستمعت وأنت التقيت إبراهيم منير وحدثك، وقال كان هناك اتصالات طيب، والتقينا عن طريق احد السفراء او ما الى ذلك، وتعثرت هذه المفاوضات. خلينا نبحث في ده عشان نوجد حلول، لان طيب، الازمه هتفضل ابقى معايا سيد هيكل. انا شايف علامات عدم رضا على وجه عبد الله الحداد، نجلي عصام الحداد. فانا طبعا الوقت يكاد يكون انتهى، وهو وقت كان قليل من الاساس للاسف يعني، لكن لو لك تعليق اخير عبد الله تفضل. يعني تعليق أخير، يعني الموضوع خرج برا السياق المنطقية القانونية. أنا أخويا واخد براءة من كل التهم موجهة إليه، أخويا واخد براءة من تهمة الانضمام لجماعة الإخوان، أخويا واخد براءة من القاضي محمد شيرين اللي هو قاضي الملفات الحساسة المتعلقة بالإرهاب والمتعلقة بالأمن القومي، القاضي نفسه مديله براءة من كل التهم موجهة إليه. ليه واحد زي أخويا لسه موجود في السجن؟ لأن في قرار سياسي إن هو لسه يكون موجود في السجن. والدي واخد براءة من كل التهم الموجهة إليه في التخابر وكل شيء، حتى لا يوجد أي تهم لا يوجد أي تهم مرتبطة بالعنف لمعظم الناس اللي كانت مقبوضة عليها من 2013 من 2014، خصوصا السياسيين من الحكومات، من الحكومة، من البرلمان، مجلس الشورى، من المحافظين وغيره. الحقيقة الأمر إن دكتور حمدي حسن الله يرحمه قضى المدة بتاعته بالكامل، وأتمنى يعني برأيه ياخد الفرصة إنه يذكر هذا الموضوع، لأنه في الآخر تم تدويره في قضية أخرى ورحمه الله مات. فللأسف الشديد القرار السياسي إن الناس تفضل موجودة، يا إما الناس اتنست، ولو الناس اتنست نحاول نفكر ونحاول ندق الباب، عشان في النهاية وده شيء واضح جدا إن القرار السياسي هو اللي ينتج عنه إن تسوية ملف المعتقلين، لأن الوضع القانوني والمنطق القانوني فقد سياقه، والوضع الآن أصبح إنساني في غاية السوء. نعم، تعليق أيضا منك براء سريعا بعد إذنك. أنا عايز أقول إنه فعلا والدي أنا كان واخد براءة من أو إخلاء سبيل من آخر قضية، وكان المفروض إحنا منتظرين إن هو يخرج من أكثر من شهور، تقريبا من سنة، وتم تدويره على قضية تانية ويعني وإيداعه على القضية دي في سجن العقرب. إحنا كان لما خدنا الخبر، عشان بس أقول إنه الموضوع أزمة سياسية أكبر من كونها قضائية أو قانونية، لأنه فعلا ما فيش أي قانون أو أي عفوا تهم منطقية، حتى منطقية في هذه التهم الموجهة ليهم. إحنا كان أملنا كله أنه يتم تحويله فقط من سجن العقرب، يعني أنتوا إحنا مش بنقول خرجوه، أنا مش بقول خرجوه، يعني حتى لو في قانون أو لو في تهمة بتحكموه عليه أوكي ما فيش مشكلة، لكن انقلوهم لسجن أوكي إحنا نقدر نزوره فيه فقط. يعني أنا أصل أحمد، مع احترامي للأستاذ اللي بيتحدث من القاهرة، لكن قصدي إنه حق الإنسان البسيط في كونه يأكل أكل عادي من بيته، إحنا مش بنقول لكم اصرفوا عليهم، إحنا هنجيب لهم الأكل، إنه يتعالج، ندخله العلاج على حسابنا، ما عندناش مشكلة، إنه نشوفه، طب نبعت جواب ويبعت لنا جواب قدامكم، وافتحوا الجوابات وشوفوها، ما يعني كل ده إحنا اتحرمنا منه يا أستاذ.
انا بقول لحضرتك انا مش عارف، او يعني ما كنتش اعرف هل هو يعرف انا خلفت ولا لا. ده عند مين؟ ده مجرد ده منطق فين؟ فاحنا بنوجه، انا خلاص ما بقاش ليا حد. انا الحمد لله نسال الله عز وجل ان بابا يكون في افضل وافضل مكان، ونحسبه كذلك ان شاء الله. لكن انا بقول نداء لكل حكيم وكل رجل عنده قلب في اي موقع قياده في موجود في مصر وفي اي مكان يقدر يسمعني ويقدر يعمل اي شيء للناس اللي موجوده في السجون المصريه كلها وخصوصا في سجن العقرب، انه ولو يسمح ويفتح الزياره، زياره فقط، بنقول افتحوا زياره بس، دخلوا الناس يشوفوا اهلهم يطمنوا عليهم ويطمنوا، مش عايزين راقبوا كل الكلام، راقبوا التليفونات. اصلا الزياره في العقرب وراء زجاج وبالتليفون، فانتوا بتسمعوا وبتشوفوا، راقبوهم مفيش مشكله، احنا عايزين نشوفهم ونطمن عليهم. دي رساله ابناء المعتقلين في العقرب بكل بساطه، لا بنقول خرجهم ولا بنقول احطهم في مناصبهم اللي كانوا فيها ولا اي شيء، احنا فقط نريد ان نطمن عليهم ويطمنوا علينا. وان كان انا خلاص يعني نحتسب والدي عند الله شهيد، ولكن انا بتحدث فعلا نيابه عن يعني عشرات الاسر المكلومه اللي نفسها تطمن على ذويها داخل سجن العقرب. براء حمدي نجل، النائب البرلماني السابق الدكتور حمدي حسن، اشكرك شكرا جزيلا، كما اشكر عصام الحداد مساعد الرئيس، عفوا عبد الله الحداد نجل، الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس المصري السابق. وأنا أريد منك تعليق في أقل من 30 ثانية سيد أسعد، يعني متى تطوى هذه الصفحة في مصر، فكرة ما يراه البعض ظلم وعنت وإلى آخره، فقط الرجل كان بيطالب بزيارة، يعني متى تطوى هذه الصفحة؟ يعني على مستوى الزيارات في السجون، أنا أعتقد أن الدولة اعترفت بأن هناك يعني لم تكن الرعاية كما ينبغي، وفي الأخير أنشئ مجمع في وادي النطرون تحدث عنه الرئيس الفتاح السيسي. منذ أيام قليلة صرح السيد مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية بأن هناك 12 سجن في مصر سيتم إغلاقهم، بحيث ينقل المساجين إلى هذا المجمع الجديد لعله تتوافر فيه رعاية أكثر ويكون هناك تنظيم للزيارة أكثر. لكن على المستوى السياسي كما قلت، أعتقد أن ضيفاك اتفقوا معي في ذلك، لابد من حلحلة الأزمة على المستوى السياسي وإيجاد حل. وهذا حدث تاريخيا أكثر من مرة، تصالح جماعة الإخوان مع جمال عبد الناصر على الرغم من الأحكام والإعدامات اللي حدثت، وأيضا مع أنور السادات، وتوافقت مع حسني مبارك. أعتقد أن احنا في حاجة أن نوجد صيغة لنعيش جميعا في مصر. شكرا. في ظل تعددية حزبية وحرية رأي وتعبير واحترام لحقوق الإنسان، نأمل ذلك قريبا. أسعد هيكل المحامي والناشط الحقوقي، كنت معي عبر الإنترنت من القاهرة، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمحافظ القدس المحتلة عدنان غيث وهو يودع ابنته يوم زفافها من أمام منزل الأسرة من دون أن يتمكن من مرافقتها إلى الحفل. وقال عدنان غيث، والذي منعته الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل سلطات الاحتلال من مشاركة ابنته فرحتها، إن كل محاولات الاحتلال لكسر إرادتنا ومنع فرحنا فاشلة. لا عينك ولا عينك، لا عينك ولا عينك، وابعدي لا عينك. اللي حرموا من ابسط حقوقهم في مشاركه اهاليهم وذويهم في هذه المناسبات الطيبه. احنا بنقول انه ما فيش حدا بيكسر ارادتنا، وما في حدا بيمنعني انه نفرح، وما في حدا بيملي علينا قراراته. ولبنتي ربنا يجمعهم على خير، وان شاء الله ربنا برزقهم ذريه صالحه تغدو وتروح إلى المسجد الأقصى المبارك. وينضم إلينا عبر الهاتف السيد عدنان غيث محافظ القدس. سيد عدنان، أهلا بك معنا، ألف مبروك لفرح ابنتك. ابتداء ببساطة شديدة، هل لك أن تلخص لنا وللسادة المشاهدين ما الذي حدث وجعلك لا تستطيع أن ترافق ابنتك أثناء فرحها وأثناء الانتقال من بيتك إلى بيت زوجها؟ يعني الذي يحدث هو يعني استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عنجهيته وانتهاكه لكل الأعراف والمواثيق الدولية وللقانون الإنساني والقانون الدولي. هذا الاحتلال
حقيقة يتعامل مع نفسه بأنه فوق القانون الدولي، ومباح له أن يتصرف يعني ضمن هذا التصرف الأرعن، ما الذي حقيقة يصادر في حتى الحقوق الشخصية للناس، حتى أقل أبسط الحقوق التي من حق المواطن أن يعيشها كباقي يعني شعوب الأرض. هذا الاحتلال يمارس كل طغيانه وكل إرهابه وكل أدواته وعدوانه على شعبنا الفلسطيني، وبالتالي ما حصل هو استمرار يعني مسلسل وحلقات العدوان المستمرة على أبناء شعبنا الفلسطيني. أصدر الاحتلال ضمن سلسلة قرارات يصدرها بحقنا بشكل متتالي ضمن يعني قوانين إدارية، هذه قوانين سمتها يعني الحكومة البريطانية أيام الانتداب البريطاني على أرض فلسطين، وما زال الاحتلال يتعامل ضمن هذه القرارات بحق شعبنا وقمع يعني كل من يريد أن يعري إجرامه، وبالتالي هم يعون تماما بأن لدينا يعني مناسبة لها علاقة في زفاف ابنتنا، وقاموا يعني أولا باعتقالنا ومداهمة منزلنا قبل أيام من الحفل، وأيضا أصدروا بحقنا قرار الذي يجدد منعنا من دخول مناطق الضفة الغربية ويعني المكان الذي سيقام به الحفل. نحن يعني كما شاهدت المقدسيون وشعبنا الفلسطيني دائما في هذه المحطات يصدرون أفضل نماذج، أصبح شعبنا الفلسطيني يعني أسرة واحدة متكاملة، أهلنا في القدس الذين يعني كن لهم كل الاحترام والتقدير وأنحني جلالا وإكبارا أمام عظمة يعني هذه التحديات وهذا الشموخ الذي يسطر أبناء شعبنا الفلسطيني. حقيقة أخي الكريم أن يعني هذا الأمر استذكرني بآلاف الأسرى الذين أيضا يعني ما زالوا يعني يعانون الحرمان من مشاركة ذويهم أيضا هذه المناسبات سواء أفراح أو أطراح، وأنتم تعلمون بأن لهذا الاحتلال ولتداعيات هذا الاحتلال على الأرض الفلسطينية هناك الكثير من حقيقة المعاناة الإنسانية التي يتكبدها شعبنا الفلسطيني. هذا الاحتلال احتلال أرعن، احتلال يمارس كل أساليب البطش وال يعني العربدة ويعني تطهير عرقي وتهجير قصري، لا يوجد شيء يعني حقيقة في هذه الأرض لا يعني غير مستباح من الاحتلال. شاهدتم معنا حتى مقبرة اليوسفية كيف تم نبشها وإخراج يعني العظام من المقابر. يعني هذا الاحتلال مع الأسف الشديد نحن في عام 2021 وهو يمارس يعني هذه السياسات الرعناء ويسن كافة التشريعات التي لا ترتقي لأي معيار قانوني أو أخلاقي، على العكس تماما هي ترتقي بكل معناها إلى جرائم حرب بكل ما تعني الكلمة من معنى. ومع ذلك نحن نقول أننا على أرضنا قاعدون، يعني لن نراوح مكاننا ولن نبرح المكان ولن نكرر مأساة النكبة والنكسة بتاريخ شعبنا الفلسطيني، وسنمضي قدما مع كل أحرار وشرفاء العالم حتى ينال حقوقنا المشروعة بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس. هذا هو موقفنا وعلى هذا مضون وعلى هذا ثابتون أخي الكريم. السيد عدنان غيث محافظ القدس أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، في الفترة الأخيرة تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع ساخرة لصانع المحتوى السوداني عند المصطفى والتي يطرحها لدعم الثورة السودانية، وجاء عدد من تلك المقاطع الساخرة لتحاكي فقرات مما نقدمه نحن عبر شاشة الجزيرة مباشرة تحديدا في المسائية. وابتداء نؤكد أننا نكن كل الاحترام والتقدير لضيوفنا من كافة الاتجاهات، فلنتابع. لن يتم التشاور معكم في أي شيء، فقط عفوا هم يقولون ذلك، أنتم مجرد سكرتاري إذ لم تستشاروا في التعيينات الجديدة، فما هو عملكم الآن؟ أنت ليه بتركز في حاجة واحدة، استشارتنا وما استشارتنا وما سألتنا الأسئلة الثانية؟ نحن أنا هاجي الأسئلة الثانية بس حضرتك ما بتجاوبش على أسئلة الأولى. مجلس السيادة يا عزيزي أنت ناديت طلبت أنه تتحاور معي وليس طلبت أن تملي عليها. رئيس وزراء ما مختلفين معه عبد الله حمادوك، رغم أنه هو كان يعني عجز بأن يختار موقعا محايدا أن يقف فيه ما بين مكونات الحرية والتغيير، ولكن حتى هذه اللحظة لدينا أمل، وأنا بعد قليل ذاهب إليه برضو، تدوني إذنكم بعدين بعد شوية عشان نتحرك معه لأنه في لجنة. هذه المقاطع الأخيرة وجدت رواجا كبيرا داخل السودان خلال الفترة الماضية، ونكررها أننا نكن كل الاحترام والتقدير لجميع ضيوفنا من جميع الاتجاهات، ونناقش يعني فكرة هذا الانتشار الواسع لمثل هذه الفيديوهات. وينضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية من طرابلس الفنان وصانع المحتوى السوداني عدنان مصطفى، عند المصطفى عفوا. أهلا بك معنا أخ عندل على شاشة الجزيرة مباشر، أنت بقيت نجم الآن داخل السودان بسبب هذه الفيديوهات الأخيرة، أعتقد ده كان الجزء الخامس الذي أنتجته خلال الأسبوعين الماضيين.
ابتداء عند ما الذي جعلك تفكر أن تنتج فيديوهات بهذا الشكل وتأخذ حوارات المسائية وتضحى في هذا السياق؟ ألو سمعني يا عندل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ عندل. تفضل يا أخي لو سمعت سؤالي، أنا كنت بسألك إيه اللي خلاك يعني تخوض هذه التجربة بهذا الشكل الذي عرضناه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بشكر قناة الجزيرة على الاستضافة الجميلة، و بقدم خالص التحايا للشعب السوداني، و الشعب السوداني المناضل، و بقدم خالص التحايا لثوار الذين يقومون بعمل جميل جدا، و الرحمة والمغفرة للشهداء والجرحى، والعودة للمسجونين إن شاء الله. نعم أخ عندل، أنا كنت بسألك في البداية إيه اللي خلاك تخوض هذه التجربة؟ أنا مش عارف دي تجربة جديدة بالنسبة لك ولا لا، وتنتج هذه الفيديوهات يعني من وحي ما كان يقدم وما زال من حوارات في برنامج المسائية هنا. والله من وأنا صغير يعني بحب التمثيل والرسم والفن بصورة عامة يعني، لكن أنا لما كنت يعني بشاهد في قنوات الأخبارية و في قناة الجزيرة بالذات يعني حبيت طريقة توجيهك للأسئلة للمستضيفين بتاعك، يعني حاجة دي عجبني جديد إنه قمت يعني بقدمه بشكل كوميدي من ردود أفعالهم ال يعني مزنوقة زي ما بقول السودانيين. ايه ردود الافعال اللي كانت بتجيلك بعد نشرك للفيديوهات دي؟ الو عندل، انا كنت بسالك يعني كيف كان الصدى لنشر هذه المقاطع، يعني ايه ردود الافعال اللي كانت بتوصل لك؟ عيد الكلام، مش سامع كويس ولا؟ طيب عندل، انا كنت بسالك عن ردود الفعل اللي كانت بتوصل لك بعد ما بتنشر الفيديوهات دي، خصوصا انت نشرت 4 أجزاء او 5 يعني على الاقل. والله الدافع انه يعني انا لما كان نشرت الفيديو الاول يعني ما متوقع انه يعني ينتشر للدرجه دي، ودي يعني حاجة أدنى دافع إنه استمر لفيديوهات تانية وثالثة وكده. ما فيش حد اتصل عليك وقال لك أنا زعلان منك إن أنت يعني بتقلدني من الضيوف اللي أنت قلدتهم، أو يعني حد كلمك في السياق ده وقال لك لا أنا مش حابب إن أنت تقلدني أو ولا لا ما وصلكش أي ردود أفعال بالشكل ده؟ لا على حقيقة ما لقيت حد يعني قال لي كده. طيب وهتواصل يعني العمل بهذا الشكل؟ لسه عندك مقاطع أخرى هتطلعها؟ لا والله في المجال ده يعني ده أول كان يعني أول تجربة لي يعني بالنسبة لي. يعني قبل كده ما حصل يعني صورت مقاطع كده، وده حاجة يعني حاجة اللي خلاني أصور حاجات ده يعني إنه المسؤولين السياسيين اللي في السودان يعني اي واحد يعني بس حامه يعني منصبه، بس انه كيف ما يخسر منصب بتاعه يقعد يعني يتحجج ويجيب لك حاجات مبررات يعني ما لها اساس من في الواقع، ودي حاجات يعني حاجه غريبه شديد يعني حاجه دي اللي خلاني انه ارد لهم بصوره كوميديه يعني. عايز اسالك اخيرا، انت شايف ايه اللي يعني وجهه نظرك في اللي بيحصل في السودان ايه؟ شايف الامور رايحه لفين؟ والله حاليا يعني انا من اخر اتفاق يعني حصل بين المدنيين والعساكر يعني ما عندي
انه ما عندي رؤيه واضحه يعني انه اقول حاجه دي يعني كعبه ولا 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 سمحه، لكن شنو يعني انا بغض النظر انه يعني الناس ماتت في 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 يوم 25 يوم 21 وقبله، لكن انا شايف الاحسن انه يعني يشوفوا يوقفوا انه ما يقتلوا ناس و حاجات دي. انت عندك امكانيات اللي انت تعمل الفيديوهات اللي انت بتعملها دي عندك، يعني انت بتصورها فقط من خلال الهاتف مثلا ولا بتعمل ايه؟ يعني انت بتجيب امكانيات لده ازاي تصور بيها الفيديوهات دي؟ بتصور كيف؟ بتصور بايه؟ ايه امكانياتك في مساله اللي انت بتنتج المقاطع اللي احنا شفناها؟ امكانيات والله التصوير يعني عندي معايا اخوي جاري في السودان، زول يعني عزيز عليه شديد، ساكن معه في محل واحد، هو بيقوم بالتصوير ومونتاج والحاجات دي، يعني احنا الاثنين نشتغلها سوا. اتمنى لك التوفيق عندل، وبشكرك شكرا جزيلا على وقتك. عندل مصطفى الفنان وصانع المحتوى السوداني كنت معي عبر الاقمار الاصطناعيه من السودان. اشكرك شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. في نهايه المسائيه اشكركم على طيب المتابعه، نلتقيكم غدا بمشيئه الله في مسائيه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.